شوفوا يا أخوان، الحج يسقط عن غير المستطيع أو المريض، الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن المريض والمسافر. خمس أركان إلى الصلاة لا تسقط بحال، في أي مكان، في أي زمان، في أي ظرف، وأصعب ظرف لك أن تصلي بالإيمان، تقرأ الفاتحة سراً، الركوع هكذا، السجود هكذا، في أي ظرف تحت التعذيب لا سمح الله، لو صليت لقتلت، لك أن تصلي بالإيمان. الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أخواننا الكرام، الإنسان فقير في أصل تركيبه والدليل، وخلق الإنسان ضعيفا، والإنسان جاهل في أصل تركيبه، والإنسان جبان. ما الذي يحصل؟ هذا المخلوق الفقير إن اتصل بالغني يغتني بغنى الله. عند المؤمن عزة وكرامة تفوق حد الخيال. هذا الفقير الضعيف إن اتصل بالله يسعد. بالله المؤمن ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. بيكون وضعه المادي سيء جدا، غرفة واحدة ساكن، جنة، ويساكن أفخر بناء بالأرض، قد يكون في جحيم. إذا الله أسعد إنسان يسعده بأصعب ظرف. سيدنا إبراهيم وهو في النار كان مع الله، سيدنا يونس وهو في بطن الحوت كان مع الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقق الآن، هي قصة قلبت إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني في مصيبة أكبر أكبر من أن تجد نفسك فجأة في فم حوت. الحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن عظم، 50 طن دهن، 90 برميل زيت. يقف في فم الحوت 20 شخص واقفا في أمال أعطاك الله أصعب حاله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.